انا ما توقعت ابدا انك تعامليني مثل الموظفين وتعملي لي كبسه. انا شريك وإلي سمعتي. انت مش لازم تروح على مطرح المشروع كرمال تنهي وتتابع العمل من هونيك يا سيد ابو طارق. المشروع ما بده 1000 موظف ليتابعوه. بعدين ليش تبعتي لي واحد من مرافقينك حتى يتفقدني اذا بالمكتب ولا لا؟ وانا قلت لك بدي اشوفك عم تشتغل وبدي اشوفك على راس الشغل بالمشروع. شوف يا سيما، انا هيك تعامل ما بيمشي معي ابدا. هيدا ممنوع. انا حر روح واجي ساعه اللي بدي، وما حدا بيفرض علي شيء، لا انت ولا اكبر منك. وشوف يا ابو طارق، الشركة إلها نظام داخلي وانت حضرتك وافقت عليه، وانا ما بسمح لشريك عندي يكون قاعد عم بيقبض ارباحه ومصرياته بدون ما يشتغل. انا بدي اشتغل بس مش بهيك مشروع تافه ما بيطلع منه شيء. المشروع منه تافه وصغير. قلت لك يا سيما، خلينا نبلش بالمشروعين الكبار وحتشوفي مني شغل ما بعمرك شايفتيه ولا حدا عنده خبرة مثل خبرتي. وانا عم بقول لك يا ابو طارق، ما رح بلش بالمشروع الكبار قبل ما خلص المشروع الصغير والتافه بنظرك، ويا ريت هلا تلتزم بشغلك كرمال نقدر نتحاسب. ماشي ماشي يا سيما. ايه فريد، شو صار باللي اتفقنا عليه؟ اي اتفاق؟ شو؟ اتفقنا عليه مشان هدول بدي جرديجي. ايه تذكرت. خلص معلم، حط ايديك واجريك بمي باردي واعتبر القصة خاصة. شو يعني حط ايديك واجريك بمي باردي؟ امتى بدك تصير العملية؟ فهمني. قريبا قريبا رح نبلش فيها. طيب طيب لنشوف. على كل حال ما تنسى بوعدنا بكرة، والسكاكن اللي وصيتوني عليهم جاهزين للتوزيع. أمرك معلم أمرك. سلم ايديك. هيدي القهوة على كيفك ستنا. أسعد، كيف صارت مرتك؟ بعدها على حالها. قال لي الدكتور انه بدها غسيل مرتين بالاسبوع وزرع كلية، وهيدي بتكلف كتير بتعرف. أسعد، حتى على الانترنت انك بحاجة لمتبرع كلوي، حط فئة الدم تبع مرتك وحط رقم تليفونك. يا ستنا، قال لي الدكتور ما حدا بيعطي ببلاش بدون مصاري. وانت بتعرفي البير وغطاء. انا مين قرب صوبك؟ انا رح اتكفل بكل التكاليف، انت بس جيب لي المتبرع وانا بتكفل، ما تعتلهم. ومعاشك رح تقبضه من هلا ورايح حتى لو ما اشتغلت. طول عمرك، والله ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني فضلك على راسي وراس عائلتي لموت. المهم مرتك تصير منيحه هلا. خلي لنا اياك. مروق عند المحاسب شادي. خلي لنا اياك ستنا. شادي بده يقطع أسعد لعندك. ايه، تفعل المصاريف. اوكي ماشي، باي.